بدأت الإدارة الذاتية العمل على أضخم مشروع إنمائي في الريف الجنوبي لمحافظة الحسكة بعد استمرار تركيا والفصائل التابعة لها بقطع مياه الشرب عن المحافظة منذ سيطرتها على محطة علوك في رأس العين. يعمل المشروع على إيصال مياه نهر الفرات على خط يمتد 160 كيلومترا من محطة صور في دير الزور إلى مدينة الحسكة، وحسب القائمين فإن إعادة تأهيل المشروع تبلغ كلفته التقديرية 1.5 مليون دولار. يكون على الطريق هناك محطتي ضخ، هما محطة العلوة ومحطة 47، تقوم بإتمام عملية استجرار المياه إلى الحسكة، وبالتالي سيصل الحسكة بما يقدر ب 15,000 متر مكعب يوميا، أي ما يغطي من 15 إلى 20% من حاجة مدينة الحسكة أو أهالي مدينة الحسكة. مدة تنفيذ المشروع المخطط له 3 أشهر، من المفترض أن ينتهي بتاريخ نهاية شهر آذار الحالي. إعادة تأهيل المحطات وربطها ببعض لم يكن التحدي الوحيد، إنما كان لابد من تنظيف آثار الدمار والتخريب الذي خلفته داعش. العمال هنا يسابقون الزمن لتأمين حاجة محطات الضخ من الكهرباء على مدار 24 ساعة في اليوم. المشروع هو عبارة عن تمديد شبكة توتر متوسط لمحطة العلوة الشرقية وال 47، عبارة عن خط 20 كيلو فولت على مدار 24 ساعة يتم تزويدها لهذه المحطات. المسافة الكلية 18 كيلو متر. مدة المشروع عبارة عن 3 شهور. مشروع نقل المياه من الفرات جاء لتأمين حاجة أرياف الحسكة الجنوبية لمياه الشرب قبل الحرب في سوريا، لكن اليوم تقوم الإدارة الذاتية بإعادة إحيائه وتطويره ليصل إلى مركز مدينة الحسكة كحل إسعافي وليس بديلا عن محطة علوك في الريف الشمالي للمحافظة. مشروع استجرار مياه الفرات إلى الحسكة يكلف الإدارة الذاتية مبالغ تفوق طاقتها في وقت لا يشكل هذا المشروع حلا بديلا عن محطة علوك ولا رادعا لوقف الاستفزازات التركية بقطعها المياه عن 1 مليون نسمة في محافظة الحسكة. هجر سيسكا نيوز عربية، ريف الشدادة، شمال شرقي سوريا.